في أواخر سورة الطارق، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ إنهم يكيدون كيدا كيدا وأكيد كيدا، وأكيد كيدا، فمهل فمهل الكافرين الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا. رويدا. وبعدين يقول له سبح اسم ربك ربك الأعلى، الأعلى. وكأن الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. إن أردت أن تستعين على كيدهم وأن تقهر كيدهم وأن تأخذ قوة تعينك على هذا الكيد، فالزم فسبح. التسبيح لربك الأعلى فإنه يكفيك شر كل هؤلاء. ولذلك الله يرحم أستاذنا وإحنا في سنة أولى ابتدائي في الأزهر الشريف، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يعلي آمين مكانته، آمين اللهم آمين. فكان المقرر عندنا جزء عامة، فكان يربط لنا ربط عجيب قوي جميل قوي واحنا صغننين قوي في اوائل سنه اولى. فمثلا يقول تعالوا يا اولاد كده سوره الكافرون عشان ما ننساش، ربنا بيقول في اخر ايه ايه؟ لا عبدوا ما تعبدوا لكم انتم عابدون دينكم ولي ولكم دين. لكم دينكم ولي دين. متى يكون لنا دين؟ إذا جاء نصر نصر الله الله والفتح. والفتح. أوكي. آخر آية في إذا جاء نصر الله والفتح، إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إنه كان كان توابا. توابا. والسؤال هل يتوب على كل الناس؟ والجواب لا، فمن أشرك وكفر فلا توبة له. والدليل أنه بعده يقول تبت يدا أبي أبي لهب لهب وتب. وتب. طيب آخر آية في سورة المسد، في جيدها حبل حبل من من مسد، من نجاه من ذلك الحبل ومن تلك النيران؟ أن تقول قل هو الله أحد. آخر آية في قل هو الله أحد، ولم يكن له كفوا أحد. إذا استعنت بالله فآن الأوان أن تستعيذ بالله من شر ما يحيط بك، سواء كانت تلك الكائنات اللي هو الفلق، وبعدين ومن شر حاسد إذا حسد اللي هو أقسام الناس زي ما ربنا يقول قل أعوذ برب الناس. وبعدين في آخر آية في سورة الناس يقول إيه؟ ها؟ من الجنة والناس. فإذا أعاذك من شر الفلق ومن شر حاسد إذا حسد ومن الوسواس الخناس ومن طوائف الناس، آن الأوان أن تقول الحمد لله رب العالمين، اللي هي افتتحت بها سور القرآن الكريم. فالعجيب في سورة الطارق أن ربنا سبحانه وتعالى ختم، بس دي طريقة ذكية لتحفيظ الناس، لترتيب المصحف والربط، وفي نفس الوقت التفكر. خدي بالك الكلام ده لازم نفهمه. يعني أقول لحضرتك حاجة، دايما في سورة النحل آخر مشهد في سورة النحل بيحكي استشهاد سيدنا حمزة، إن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال والله لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. وخدوا بالكم أنا بقول الكلام ده ليه، علشان الست دعاء ربنا يديها الصحة عندها وقت مش عارف بيجيبوا وقت منين، وتطلع تنائر في الناس على الصفحة بتاعتها، لا حول ولا قوة إلا بالله، عنده وقت يشوف الصفحة بتاعتي ما اعرفش والله. يعني انا بيقولوا له الحق الحق اختك دعاء، الناس دسش في الناس والناس بتدش فيها، فانا بخش اتفرج. صليت على الحبيب بنسليك اتفضل. فاللي استوقفني مش لشخص دعاء فاروق خالص، انما انا ماليش غي اسمع، انا ليا غي اقرا التعليقات على طول عشان اشمت فيكي بصراحة. فطبعا اخش الاقي اللي يقول لك ايه، والكلام مش علشان شخص دعاء فاروق نهائي، انما انا بتكلم في شخص اي انسان عشان نتعلم دين، ملوش دعوه بدعاء فاروق، انا بعلم الناس دين. فلاقي واحد انت دخلتي شطه، حد شطه تمام، فحد يخش يقول لك ايه، ازاي انت محسوبه على علماء الدين وتتحدثي في الدين وبهذه الاخلاق وبهذا الغضب؟ أين كرم الأخلاق؟ أين ولو كنت فظا غليظا؟ أين فاعف عنهم؟ أين؟ ويبدأ يجيب الآيات كلها. فبيني وبينك عجبنا أن النظام دوت اللي هم جايبين الدين على هواهم، ولم يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، لدرجة أن احنا بدأنا نحفظه لعيالنا. فبالتالي ابني لما جاء عقبه عقاب شديد يقول لي لا،
فين فاعف عنهم واصفح، فين والكاظمين الغيظ. هيبيع بقى البضاعة بتاعته. استخدام الآيات لا في غير موضعها، لا يعني ده هي اصلا ملهاش علاقه بالحدث. حتى فاعف عنهم واصفح اللي احنا بنتحجج بيها في كل وقت وفي كل ان دي، فاعف عنهم واصفح لما انا كشر في وش دعاء فاروق قبل التليفونات، لما انا كشر في وش دعاء فاروق يبقى فاعف عنهم واصفح، لما انا اخبط في دعاء فاروق غصب عني يبقى فاعف عنهم واصفح، لكن اشتم دعاء فاروق حاسب اقف، غلطت غلط اعلى حاسب اقف.